وقت الشاي مهم بالنسبة لنا أهل الموصل، يعني خاصة أهل العراق بصورة عامة، لأنه له قدسية خاصة عندنا، وخاصة بعد كل وجبة غداء دسمة أو أوقات ما بعد الظهيرة أو عند المساء عند الاجتماع مع الأصدقاء والأحباء. بالتأكيد تكون قاعد مع أصدقائك، خاصة إذا كانت سهرة مسائية في أحد كازينوات الموصل الجميلة، فتكون سهرة مميزة وجود الشاي. أحلى الأوقات أن نكون مجتمعين أنا والزملاء والأصدقاء، وتكون إذا وقت عصرية وعند المساء، وإذا على حافة الشط أو كذا، يعني هذا اليوم يعني كلش حلو. Stick.